وتيرة أحداث متسارعة تشهدها تعز. نذر تأزم الوضع كثيرة وربما أكثر من أي وقت. في محيط اللواء 35 مدرع بالمطار القديم تدور معارك شرسة مع الميليشيا التي تستميت في استعادة السيطرة على المعسكر، بينما تقف المقاومة وقوة الجيش سدا منيعا. وفق هذه الصور تبدو المنطقة مكتظة بالمتاريس، وفيها ومن حولها يحتشد أبطال اللواء 35 مدرع ومعهم رجال المقاومة ضمن العملية العسكرية الواسعة التي تجري بإسناد طائرات التحالف. مصادر في المقاومة أكدت أن دبابات الميليشيا المتمركزة غرب اللواء وفي شارع 50 تطلق حمامها على المعسكر بكثافة في محاولة للتقدم، لكنها عاجزة عن ذلك حتى اللحظة. بينما نفذت طائرات التحالف غارات عدة أسفرت عن سقوط العشرة من مقاتليها. ويشكل هذا المحور أهمية خاصة باعتباره كماشة الجبهة الغربية للمدينة، وبتأمينه تحقق تأمين عدة مواقع في هذه الجبهة التي كلفت الجيش والمقاومة العشرات من مقاتليهم. تشق المعارك الراهنة طريقها لفك الحصار عن مدينة تعز والالتحام مع عناصر قوات المقاومة والجيش التي تخوض معاركها في الوازعية والجهة الحدودية مع لحج، بينما تواصل طائرات التحالف غاراتها على مراكز الحوثيين في عمق الجبال بشرق وشمال المدينة. تحرير تعز يبدأ بفك الحصار الخانق المفروض عليها، ولم يتم ذلك إلا بإخراج ميليشيا الحوثي والمخلوع من مرتكزاتهم في مداخل ومخارج المدينة وعلى الجبال، حيث يقطعون طرق المدينة ويقصفونها بأسلحتهم الثقيلة. وذكر أن قصفهم الموجه لعمق الأحياء السكنية مستمر رغم مناشدات المدنيين العزل للمحاصرين ولجان التهدئة.